آخر الأخبار، في هذا السيمانة احتفلت الجزائر بعيد الاستقلال اللي هو 5 جويلية، وأنا كنت معاق في التيك توك. كما على بالكم تيك توك تحلب لي، رغم أنني كنت نقول لي موت باس وفاق لي تقول عربي راه قابض التيك توك. المهم غادي نولي نحرزوا وحنا في الفيديوهات تاع التيك توك. الرئيس تبون خرج الشونتيو تاع الأسلحة، هذا غير شونتيو، هذاك داك ماشي سلاحنا كاع، يبقى تكونوا تعرفوا في ميزيك انت نخرجوا كاع سلاحنا والمخابرات على رانا دايرينها من نعطوا للعالم حنايا شرع عندنا. هذا غي شونتيو خرجناه، وعلى خرجنا داك الشونتيو به العالم يشوف باللي الجزائر اصبح عندها جيش قوي. يعني خلال 60 سنة تاع الاستقلال هذه صنعنا جيش يحمينا. حنا قبل كنا تحت السيطرة تاع العثمانيين، خسرنا بلادنا وجات احتلتنا فرنسا، وفي التسعينات كان الجيش تاعنا ناقص في الأسلحة، دخلنا في العشرية السوداء وما عرفناش نسيطروا على الأوضاع إلا بالوئام المدني. هذا المرة أرسلنا رسالة إلى العالم باللي غير مش خاش تهضروا على الجزائر، لأن الجزائر ممكن توصلكم بلادكم إلى علم لا يعلمه إلا الله. دي جيش شتو جرى عنا، كل مادرية تخلي مدينة، كاش حاجة راني لونسيكم من بعد.